انسداد الحوار مع الرئيس قيس سعيد وتعمق الأزمة السياسية بسبب تجميد التعديل الحكومي رغم مرور أزيد من شهر على نيل ثقة البرلمان سببان يدفعان حركة النهضة إلى النزول إلى الشارع على امتداد شارع محمد الخامس بالعاصمة. رفع منتسبو الحركة شعارات تدعو إلى الوحدة الوطنية ودعم الحكومة والتعجيل بإرساء المحكمة الدستورية. رئيس الحركة قال بأن تونس لن تقسم وأن القوى السياسية المتصارعة مدعوة إلى الحوار. شو اللي يفرق ما بيناتنا؟ شو تونس واحدة؟ ولذلك لازم نرجع الوحدة الوطنية والحوار الوطني ونكف عن الإقصاء. تونس الجمهورية ممثلة اليوم لتقول لا للفوضى ولا للديكتاتورية، نعم للشرعية ونعم لاحترام هذا الشعب الكريم. رفضت بعض قيادات حركة النهضة المشاركة في المظاهرة واعتبروها خطوة لتأجيج الأزمة السياسية وتحويلها إلى الشارع. تعيش الحركة صراعا مستفحلا مع الرئيس قيس سعيد مركزه الحكومة، أما زعيمها راشد الغنوشي فرئاسته للبرلمان مهددة جراء عريضة لسحب الثقة منه تتهيأ المعارضة لطرحها، هي مظاهرة فك الحصار إذن بحسب المتابعين. وفق للحوار ووفق للتهدئة ووفق لحلان مشاكل البلاد، ما زيناش اليوم احنا بس نرفع شعار لتقسيم التونسيين، ولم نرفع شعار لأن نستعدي أي أحد، رفعنا شعارات وطنية للحفاظ على مشتركنا الوطني اللي أنجزناه الناس كل بعضنا. نجحت حركة النهضة الإسلامية في التعبئة الجماهيرية وأبانت ثقلها الشعبي، فإلى أي مدى يمكن أن يساهم نزولها إلى الشارع في حل الأزمة السياسية المتفاقمة، أزمة قد تفضي قريبا إلى الإطاحة بالحكومة؟ في مواجهة انسداد سياسي، حركة النهضة تنزل بكل ثقلها إلى الشارع. بعض قياداتها ترى في التظاهر خطأ سياسيا قد يزيد من تعميق الأزمة. فتح الفالح ميديا تونس.